منى برحو ماما أمينة اللي تتلعب رياضة الكونغ فو جيلونغ فودان. بالنسبة لأمينة رياضة الكونغ فو تقريبا هي كل شيء في حياتها، تقدر تخلى على أي حاجة باش تلتحق بلاصة. الحاجة اللي تتخليني أنني ندفع بنتي للرياضة هو أنه أنا بغيتها تتعلم الرياضة وبغيتها تخدم على رأسها وبغيتها تنمي شخصيتها وقدراتها. هي واخدة الكونغ فو بطء، باغية تحترف، والصعوبات هي الدعم المادي بالنسبة للأب ديالها تيدعمها ماديا بالنسبة للبطولات الوطنية، أما العالمية من طبيعة الحال راه ما في إمكانه. نقول للناس اللي تيحبسوا بنيتهم على الرياضة بصفة عامة يخليوا بنيتهم يترينيو وما يحبسوهمش ويدعموهم نفسيا، لأنه بحال البنت بحال الولد في الرياضة ما كاينش شي فرق نهائيا، لأنه الرياضة مفيدة والبناء الشخصية تاعت البنت والدفاع على النفس. أنا بنتي إلا حبستها أيامات الامتحانات تقدر الامتحانات ما تجيبش مزيان. انه تكمل وتزيد تدافع على الحلم ديالها تتحققه، وحنا معاها بجميع ما نملكه.